مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو نامي؟ ما هي ميزات نامي؟ ما هو نامي؟ يعد نامي بروتوكولا ثوريا لمقياس الطبقة الثانية لإيثيريوم البلوكشين، والذي يوفر الإنتاجية وزمن انتقال منخفض ونهائية فورية، ورسوم يمكن التنبؤ بها لا مثيل لها من قبل حلول التوسع الأخرى. ما هي ميزات نامي؟ بالإضافة إلى الأداء المتميز، فإن نامي قادر بشكل فريد على معالجة حالات الاستخدام المؤسسي من خلال تمكين المطورين من الامتثال لمتطلبات KYC وAML والمتطلبات التنظيمية الأخرى عند الطلب. يأتي نامي مزوداً بمجموعة كاملة من أدوات التطوير، وهو متوافق تماماً مع الإيثيريوم، مما يقلل من منحنى التعلم للمطورين الداخليين ويجعل من السهل نقل العقود الحالية من الإيثيريوم. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.